السلام عليكم البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كلشي مزيان؟ اسمحوا لي البنات، طاب من البرد. البنات اليوم بغيت نشارك معكم واحد الرفيسه ديال واحد النفيسه الرفيسه ديال النفيسه. والده واحد البنيته ودايره لها عجوزها 3 ايام، كنقولوا رفيسه ديال 3 ايام، وحبيت نشاركها معاكم. دابا راه الليل، دابا يا غادي يديروا التريد بالليل باش كيتعاونوا عليه، والصباح عاد كيديروا البلول كيطيبوا الدجاج. دابا كيديروا العجنه الاولى كيطيبوا فيها وحده كتعجن، عاوتاني عجنه اخرى، وباش كلشي كيتعاون الصباح كتصبح شربينا ان كيدير التريد ويدير هكا يطيب الدجاج، كيطيبوا هادي بالليل، والصباح عاد كيديروا البلول كيطيب. هاد الفران ديال الملوي هاكا كيساعد انها كطيب في جوج جهات باش كتشربي، باش دغيا كتكمل. او صافي، هنايا واحد كيقراص، واحد كي مقابل هاكا كيطيب. عما هنا برك انا جيت بغيت نقرص لهم القريصة، قلت لهم نديري معاكم يديا في القراص. وصافي، هنا على برا في الزردة دايرين هاد الرفيسة دايرين عندنا في الفيرما. في الزردة هكا كنقطعو هكا الخبز، الصراحة مكيعجبنيش داك التقطاع ديال المقص أولا الموس، فيعجبني قطعت يتقطع هادشي هكا عشوائي بليد، كيجي حسن من داك المقص والله العظيم. الشيخ هما معاوني كل شيء، كيقطعو غير بيديهم، صافي كيقطع فحال هكا رقيق بمسالة. وهذا كتجيب لي عاوتاني اللي طابت كتجيبها كتحطها عليهم. البنات راه ضاربني البرد، يسمحوا لي على الصوت على هاد صافي. وهنايا كتنصب في المريقة ديال الدجاج، تقطع لي المقطع ديال فاش كانت كتنصب وكدير العطرية. المهم دار الدجاج هكا، القزبر، التومة، العطرية العادية، وراس الحانوت، صافي. ودارت البصلة كتجي مشنفة بحال هكا، باش ملي كتكون تسقي كتبقى هكا البصلة باينة. صافي، دابا تقلى الدجاج مزيان وعاد رمات عليه البصلة. صافي، دابا تخليه يطيب على خاطرو مرة مرة هكا كتسب، باش متنساش الدجاج يلصق حتى كيبدا يغلي. صافي، كتخليه يطيب. صافي، فهاد المرحلة دابا طاب الدجاج على الطيب ديالو، مبقى غير طفي عليه. وهنايا البنات كيوجدو هكا التمر معمر، هما كيتعمر صراحة بالقرقع، ولكن دابا حنايا فاش قالو بعاد على المحل ديال اللي فيه القرقع قضينا غير باللوز. صافي، هنا الناس باقيين تعطلو بزاف، ثلاثة دابا قلنا غادي نصبخو هاد ثلاثة القصريات، بعدا يوجدو هاد القصريات يعطوهم ليهم، وديك الساعة اللي جاي عاد يسقيو ليه. صافي، هادي كتسكي بعدا هاد تدير هاد البلول هكا فهاد جوج قصريات، تسبقهم الناس ديولهم مجموعين، والناس الاخرين اللي باقيين ما جاوش مخلي ليهم حتى يجيو عاد يسقيو ليهم القصار الاخرين. ايوا البنات، حبيت كيف ما وعدتكم قلت لكم كلشي غادي نبقى نشارك معكم اي حاجه كانت في العائله ولا هذا غنشارك معكم. وهنا عند الكلمه ديالي، انا كنشارك معكم اي حاجه، شاركت معكم العيد، شاركت معكم حتى هاد حتى البنيه خرجت نهار ليله العيد خرجت من السبيطار، ودابا عندنا 3 ايام، دابا 3 ايام في العيد درنا لها رفيسه. البنات ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، الدعم ديالكم، التعاليق ديالكم الزوينين ما تنسونيش منهم. وكيف كتشوفوا ها القصريات وجدوا، كيتزوقوا هكا بالبيض، البلول هكا كتحطوا زليفات اللي بغى يدير البلول عنده. القصريات هما موجودين هكا كيتزوقوا بشوية التمر، وهذا كيجيو المنظر ديالهم كيجي زويون بحال هكا، التمر كيعطي واحد المنظر زويون، هو والبيض. بصراحة جات واحد الرفيسة رائعة، القصرية ديالنا حنا خرجناها للزردة، ويلا باي باي عليكم.